الحكم الذاتي هو مقترح أو أفق سياسي وقانون للتفاوض من أجل إنهاء هذا النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. طرحه المغرب في العام 2007 بناء على تراكم قانوني شهده النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية منذ أن بدأت العملية السياسية منذ العام 1991. وبالتالي حينما طرح المغرب هذا المقترح لم يطرحه لكي يطبقه بمفرده بشكل أحادي الجانب، وإنما طرحه من أجل التوافق عليه. طبيعة الحال الحل حينما تتكلم الأمم المتحدة في قرارات مجلس الأمن منذ العام 2003 تتكلم عن أنه يستحيل تطبيق حل الاستفتاء، وبالتالي ينبغي أن يكون هناك حل واقعي عقلاني متوافق عليه يرضي جميع الأطراف. الحكم الذاتي يجسد هذه العناصر الموجودة في إشارات مجلس الأمن في قراراته منذ العام 2003. أن يسعى المغرب أو أن يحاول أو أن يتجه نحو تطبيق الحكم الذاتي بمفرده، هنا يكون قد يعني انزاح عن الأساس السياسي والقانوني. المغرب كان ذكيا وكان طلائعيا حينما قام بسن وتشريع وتنزيل جهوية متقدمة لتكون هي الإطار القانوني الترابي الذي في إطاره يتم تنزيل الحكم الذاتي لجهة الحكم الذاتي التي هي الأقاليم الجنوبية التي هي موضوع النزاع المفتعل. ما هي السيناريوهات الممكنة لكي يتم تنزيل هذا الحكم الذاتي؟ الحكم الذاتي ينبغي إما أن يتم تنزيله بتوافق بين كل أطراف هذا النزاع الإقليمي التي هي المملكة المغربية، الجزائر، بوليزاريو، موريتانيا، والأمم المتحدة بطبيعة الحال هي الراعية لهذه العملية السياسية القانونية التي ينبغي أن تنتهي بتنزيل هذا الحكم الذاتي وطمر هذا النزاع المفتعل. هذا السيناريو يبدو أنه بعيد جدا، لأن هناك طرفان في هذا النزاع المفتعل مترابطان عضويا هما الجزائر وبوليزاريو يرفضان هذا الحل ويرفضان أن تكون حتى عملية سياسية يمكن أن تفضي إلى نقاش يقرب من حل، يعني يريدان تجميد العمل السياسي، بل يريدان حتى العودة إلى المربع الأول. يعني الآن بوليزاريو تتحدث على أنها رجعت إلى المربع الأول إلى ما قبل العام 1991. السيناريو الثاني هو أن ينزل المغرب هذا الحكم الذاتي مع الأمم المتحدة بناء على قرارات أممية، على قرار يخرج من مجلس الأمن، وهذا يقتضي قدرا من التراكم، يمر أولا من يعني إخراج الملف تماما من لجنة تصفية الاستعمار، هي اللجنة الرابعة التي ما زالت الآن إلى حد الآن هي حجة الجزائر وبوليزاريو. أعتقد أن هذا أصبحنا قريبين منه للغاية. لماذا؟ لأنه أكثر من 90 دولة عضو في الجمعية العامة، تعداد دول الجمعية العامة والعالم في الأمم المتحدة، أعضاء الأمم المتحدة 193 دولة، أكثر من 90 دولة تدعم مقترح الحكم الذاتي. إذا تجاوزنا 100 و 110 و 120 يعني بأغلبية بسيطة، يعني من القرارات المتعلقة بإدراج المواضيع في جون، يمكن الأغلبية البسيطة يمكن أن تحذف المواضيع أو قضايا أو ملفات من جدول أعمال اللجان. فبالتالي هذا السيناريو سينتهي مباشرة بأن يتم تقدم أكثر في لغة مجلس الأمن الذي دائما ينادي بالحصرية ويؤكد على حصرية مجلس الأمن، اختصاص مجلس الأمن بخصوص النزاع المفتعل. اختصاص حصرية مجلس الأمن سيفضي لا محالة إلى قرار من مجلس الأمن يلزم بوليزاريو ويلزم الجزائر بالإتيان إلى عملية سياسية أو إلى مبادرة سياسية من أجل الحديث حصرا عن الحكم الذاتي باعتباره الخيار، يعني الخيار التفاوضي أو الحل التفاوضي أو الأفق التفاوضي. يعني حينما تتحول لغة مجلس الأمن إلى هذا المستوى نكون قد دخلنا في سيناريو الذي ينتهي بتطبيق الحل مع الأمم المتحدة مع مجلس الأمن وإلزام الأطراف الأخرى. أنا لماذا يعني يمكن أن أقبل بهذه الفرضية أو بهذا السيناريو؟ لأن النزاع الآن تشعب وأصبح مرتبطا بمشاكل توجد في الساحل والصحراء، وهذا كان ممكن أن يكون مجرد طرف سياسي وإعلامي ونقاش سياسي لو لم تتكلم عنه صراحة قرارات مجلس الأمن منذ العام 2013. أصبحت تؤكد في فقرة خاصة منذ 2013 إلى الآن، هذه الفقرة تتوارث، وهي أنه حل هذا النزاع المفتعل هو مدخل إلزامي أو ممر إلزامي من أجل مواجهة مشاكل الساحل والصحراء. إذن
تعقد وتشعب القضايا في القارة الإفريقية في منطقة الساحل والصحراء في شمال إفريقيا، المشكلة الليبية أيضا غيرها، أيضا مشاكل الإنسانية الموجودة في تندوف، مجموعة من التعقيدات تقربنا أكثر إلى هذا السيناريو، إلى السيناريو أن يلزم يوما ما مجلس الأمن الجزائر، لأنه لحد الآن نقاش مجلس الأمن مع الجزائر ومع بوليزاريو هو تعالوا إلى آلية الموائد المستديرة، حضروا مرتين والآن يعني بعد قرارين يرفضان أن يذهب إلى الموائد المستديرة. قرار مجلس الأمن المقبل سيكون فيه عبارات ولهجة أكثر تضييقا للخناق عليهم، وهكذا دولك إن هذا هو الأفق السياسي والقانوني لإنهاء هذا النزاع المفعل من بوابة تنزيل الحكم الذاتي.